الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يا سيد الرئيس ويا سيد الوالي، رانا هذا ضايعين مع هذا الطريق هاونا، هذا الطريق ها مضيعتنا، وحتى الخدمه ما راهش تخدموا درك، ما راهش تخدموا البلاد على هذا الطريق هاي. الحديد تقطع راح ما بقى والو، الفارم كاين اللي راه ما يروحش على الفيرم تاعه على 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 شهرين، يلقاها ضايعه ضايعه ضايعه، يخمم قيم من الطريق. الوطن ما يبقوش يروحوا لها، اللي ما عندهاش لوطو ما يلقاش كريه باش لوطو تروح له، ما تروحش ما كانش، كلها يقول لك اللوطيه تكسر وضايعه بزاف. نطلبوا منكم يا ودي تسددوا لنا هذا الموضوع، الطريق والماء والضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا سيدي الرئيس، يا سيدي الوالي، احنا هذا الطريق راه وطنيه من المدرسه حتى البيض، راه فيها 10 سنين موقفه، والحديد اللي نمشوا فيه تقطع راه ما طفناش، الله خان، راه نطلبوا من ربي ومنكم تعاونونا في هذا الامر. يا خويا السلام عليكم، مرحبا بكم اسيدي، كي جيتوا عندنا الطلب تاعنا هذا المنطقة تاع بن الجهل والسفالة والكورة وهذا الشيء، المنطقة هذه راه محرومة أولى بالطريق هي الأولى، الطريق هي الأولى، الدولة ما عندناش، كاين الدولة راه حفظتنا مع حسين ولكن هما اللي مالاش هذيك السبب تاع المجتمع، هذه واحدة. الطريق خدمت تيف راه قريب 10 سنين، جا كاع الوزير من الجزائر جا حط فيها الحجر الاساسي ما بين الطيبه والمدرسه، حط الحجر الاساسي ومن بعد تما هذاك العام مازال ما كاين ما بيننا حتى الوقت، وكاينه الثالثه الكهرباء. سمعت سي محمد، الكهرباء راه ما عندناش، ما عندناش الضوء، حنايا كاين الضوء راه لاحق منا على 2 كيلومتر من هاك على 3 ولا 4 منا ثاني كيما كذاك، كاين مشروع جاي راه كيلحق عندي انا بكيلومتر ولا حبس. واه صح اخويا، قلت لك كاين الطريق والماء والضوء، كاع في ثلاثة راهم يستما واجدين وما لحقوناش، حنايا كاين الطريق مخدومة ما كملتش، والماء كاين ربع حسين مبلين ما عرفنا السبب واش تاعو، والكهرباء ثاني راها منا ومنا وراهي حابسة ما فهمناش ثاني واش السبب تاعها. نطلبوا من السيد الرئيس، هو قال لك مناطق الظل، مناطق الظل دوروا عنها، حنا رانا في مناطق الظل ماشي مناطق الظل، حنا رانا مغبونين بزاف، رانا مغبونين بزاف، كي شفنا الرئيس قال بلي مناطق الظل فرحنا،